بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح نتكلم عن أجزاء الكلام وكيف نميزهم حسب الشكل. بأحد الفيديوهات السابقة تكلمنا أنه كيف نصنف أجزاء الكلام حسب ثلاثة معايير. ممكن نصنف أجزاء الكلام حسب المعنى، وممكن نصنفهم حسب التركيب، ممكن نصنفهم حسب الوظيفة اللي يؤدوها في الجمل. واتفقنا أنه الأمثل نعتمد على هذه المعايير ثلاثتهم حتى نصنف أجزاء الكلام. وقبل أن نخوض في تفاصيل كيفية تصنيف أو تشخيص أجزاء الكلام حسب الشكل، نحتاج نعرف أنه الword classes عادة ما يتم تصنيفهم إلى مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى تعرف بالmajor word classes، major word classes. المجموعة الثانية تعرف باسم الminor word classes. الmajor word classes تحتوي على أو تتضمن nouns الأسماء، verbs الأفعال، adjectives الصفات، والadverbs اللي هم الظروف. طبعا إلهم صفتين أساسيتين، هذه الmajor word classes اللي تتضمن هذه أجزاء الكلام الأسماء والأفعال والصفات والظروف، إلهم صفتين أساسيتين. الصفة الأولى أنه يعتبرون open word classes، open groups. شنو معنى open؟ open بمعنى newly coined items are can be added to them. They accept new members. They accept new items. يعني إنه الكلمات المشتقة الجديدة ممكن تنضاف إلى هذه المجاميع. يعني يقبلون كلمات جديدة، لذلك يعتبرون open. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية they suppress content. هذه الword classes، الmajor word classes بالذات، أصلاً يعبرون عن محتوى، أو بمعنى they carry most of the content or meaning of sentences. أغلب المعنى تعبر عنه أو يتحمله الكلمات اللي تنتمي للmajor word classes. هذه كانت المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي هم الminor word classes، واللي يضمنون auxiliary verbs, prepositions, pronouns, determiners and conjunctions. هذه المجموعة أيضا تتصف بصفتين أساسيتين. الصفة الأولى هم يعتبرون closed word classes، بمعنى ما ممكن إضافة كلمات جديدة إلى هذه المجاميع. يعني auxiliary verbs ما ممكن إضافة auxiliary verb جديد بسهولة، ولا حتى حروف الجر، ولا حتى الضمائر، ولا حتى determiners. فهم معروفين ما يقبلون كلمات جديدة أن ممكن أن تنضاف لهم. هذا واحد. اثنين they play a structural role، يعني يؤدون دور تركيبي أكثر مما هو يعبرون عن المعنى. أوكي، يؤدون دور تركيبي ترتيبي في الجملة، فهذه الأمور لازم تنتبهوا لها. حتى نوضح المعنى أكثر انتبهوا للمثال اللي موجود أمامنا. طبعا بهذا المثال تم حذف، يعني هسه بالسطر الأول اللي أمامكم تم حذف الـ content words، بقينا بس الـ function words اللي هم the, for, the, and the. بس بمجرد عندنا التوفر أو تواجد كلمات الـ function words اللي أمامنا، ما ممكن أنه نستشف أي معنى. أوكي، ولذلك قلنا عنهم الـ closed word classes
أو الماينر وورد كلاسز اعتبرناهم function words. أوكي، كلمات تؤدي وظيفة، قلنا ما تعبر عن المعنى بصورة أساسية. بينما لو تنتبهون للكلمات بالسطر الثاني، room, sweeping, floor, belongs, closet، هذولي content words، كلمات تعبر عن محتوى، اللي هم أصلا ينتمون للopen word classes، أوكي، major word classes، يعبرون عن معنى، نقدر نستشف معنى، بس أكيد لو ندمج الاثنين راح المعنى يصير أمثل وأتم. يعني broom, sweeping, floor, belongs, closet، أكو معنى بس مو واضح، بينما لو نقول the broom for sweeping, the floor belongs in the closet، أكيد راح يصير المعنى أتم. أوكي، قبل لا نستمر بالتقسيم أو قبل ما نحكي على مقارنة ثانية على صفات أخرى بين الـ open and closed word classes، أكو ثلاث نقاط المفروض تنتبهوا لها وهي مهمة جدا. هذا التقسيم اللي هو open word classes and closed word classes لازم تعرفون هذه النقاط. أولا أنه this classification is not airtight، يعني هذا التصنيف أنه مو جدا دقيق، بمعنى أنه function words can express meaning. احنا قلنا function words أو closed word classes they are function words، they do not express meaning. هذا مو دقيق 100% الكلام، ممكن يعبرون عن معنى. أوكي، هذا واحد، مو ممكن أصلا هم يعبرون عن معنى، واحد. اثنين، not all major classes are truly open، وليس كل الأجزاء الكلام اللي تنتمي للmajor word classes تعتبر هي open، يعني مو كلهم يقبلون كلمات جديدة. النقطة الثالثة، words can belong to more than one class or part of speech، الكلمات عادة تشوفهم ينتمون الأكثر من جزء من أجزاء الكلام، يعني ممكن تلقى كلمة تلقاها صفة وتلقاها اسم، تلقاها اسم وفعل، تلقاها اسم وصفة وهل ومجرا. مثل ما قلت لكم بعد نقدر نقارن بين the closed system and versus open class. The closed systems العناصر اللي موجودة، الكلمات اللي موجودة اللي ينتمون للنظام المغلق، أولا هم reciprocally exclusive. What does this mean؟ شنو معنى هذه reciprocally exclusive؟ بمعنى أنه هذه العناصر إذا استخدمت أحدهم ما ممكن أن تستخدم عنصر ثاني بنفس التركيب. Let me give you an example. If you say the car, then you wouldn't be able to say a car at the same time. يعني ما ممكن تقول a the car. It is impossible to do that. Okay, it's either a car or the car. And this is what they mean by reciprocally exclusive. This is one. Two, they are reciprocally defining. بالأساس هذه العناصر هي تحدد، أوكي، تحدد الكلمات وتحدد المعنى. نفس المثال a car the car، the car من أقول the car فراح أحدد يا سيارة دا أتكلم عليها، السيارة هي بما أنه هاي definite article فراح أحدد يا سيارة دا أقصد، أكيد في شيء معرف عندي وعند المستمع. أوكي، وإذا أقول أيضا a car ولو هي غير معرفة بس هم حددتها بطريقة معينة باعتبار أنه دا أحكي على فتشي غير معرف أو أنه يتم ذكره للمرة الأولى. أوكي، المثال اللي موجود عندكم بالكتاب اللي يريد يقرب لكم الصورة ينطي كلمة third، فالثيرد لمجموعة من 10 تختلف عن third لمجموعة من 40، بمعنى أنه هذا third حددت in relation to the whole group، فالثالث بالنسبة للمجموعة من 10 يختلف عن الثالث بالنسبة للمجموعة من 20. Okay. Now open a class. بهذه المجموعة classes are
يعني these word classes مجامع الكلمات اللي تنتمي للopen or للmajor word classes or للopen classes are indefinitely extendable. Indefinitely. But as I just before قبل قليل قلت لكم إنه يعني هذا الكلام مو مطلق مو حقيقة indefinitely extendable بدون قيد أو شرط أوكي إلى حد معين أكيد. راح نتكلم على major word classes حسب كيف نصنفهم كيف نميزهم حسب الشكل أوكي حسب شكلهم وحسب تركيبهم تركيب الكلمات نفسهم أوكي. خلينا نبدأ بالأسماء. الأسماء أوكي الأسماء اتفقنا أنه ينتمون للmajor word classes للopen word classes أوكي. ممكن نسميهم open word classes أو major word classes. هذه واحد. اثنين كيف نميزهم حسب تركيبهم وحسب الشكل أوكي. قلنا أنه بالفيديو أحد الفيديوهات السابقة أنه ممكن نميزهم حسب ال حسب المعنى أو ممكن حسب الوظيفة أو ممكن حسب الشكل. الكلام هنا يخص كيف ممكن نشخص الأسماء أو فيما يليهم الصفات والأفعال والظروف حسب الشكل. فخلينا نشوف الأسماء كيف نميز الأسماء حسب الشكل بغض النظر إذا كنت تعرف المعنى أو لا أوكي. بغض النظر إذا كنت تعرف وظيفة هذا الاسم بالجملة أم كنت تعرف وظيفته أم لا مجرد حسب الشكل. ف have الأسماء حسب الشكل نعرف أنه الأسماء بيها مفرد وبيها جمع وأكيد نعرف أنه الأسماء تجمع بإضافة أس الجمع أوكي. ما عدا الأسماء اللي هي تعتبر non-count اللي غير معدودة such as sugar, mud and vocabulary أوكي. بس الأعم الأغلب من الأسماء هي ممكن جمعها بإضافة أس الجمع وهذا إلى علاقة قلنا بتركيب الأسماء وإلى علاقة بالشكل الأسماء. فمن أشوف أس الجمع إذن راح أقدر أقرر أنه هذه الكلمة هي ممكن تنتمي للmajor word classes اللي هو الأسماء بالذات أوكي. هذه أول خاصية. الخاصية الثانية الأسماء ممكن تغير شكلها في حالة التملك وكل إحنا نعرف أيضا أنه الأسماء لتبيان التملك ممكن إضافة إلها أس التملك أوكي. As in dogs, women's dogs, house, women's clothes وهل مجرة أوكي. فهذه الدليل الثاني اللي ممكن نعتمده واللي حسب هذا الدليل نقدر انه نميز انه هذا الجزء هذه الكلمة اذا كانت تنتمي الى مجموعة الاسماء او مجموعة او الى اي جزء من اجزاء الكلام الاخر. الدليل الثالث الاسماء تسبق بأدوات تعريف أو تنكير مثل a and the أو أيضا تسبق بالdeterminers مثل my, some, other okay. Look at the examples a dog, the dog, my dog, some people okay. فحسب هذه المعايير الثلاثة أنه ممكن هذه كلها تتعلق بالتركيب وكلها تتعلق بالشكل. أكيد هذا الكلام مو ينطبق على كل الأسماء بس للأعم الأغلب من الأسماء ممكن نستدل على أنه هذه الكلمة هي تنتمي للأسماء إلى الميجوريتي كلاسز اللي هم الأسماء حسب الشكل وحسب تركيبهم. هذا كان الكلام عن الأسماء. ملاحظة Determiners fill the same slot as articles. Determiners يعني أصلا يجون بمحل الarticles. فمثل ما بالمثال مثل تقول my dog طبعا انت اصلا ما تقول my the dog هاي ما ترهم فلو my dog لو the dog okay. فالdeterminers والarticles يشغلون نفس المحل نفس المكان. من اجزاء الكلام المهمة جدا واللي تنتمي للmajor word classes للopen word classes هم الverbs. ايضا السؤال كيف ممكن نشخص الافعال حسب الشكل again بغض النظر عن معنى وبغض النظر عن الوظيفة حسب الشكل
ما هي ال 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 الأمور اللي ممكن نعتمدها حتى نشخص الأفعال حسب الشكل؟ أولا الأفعال بيهم شكل خاص في زمن المضارع وزمن خاص في زمن الماضي، وعادة الأعم الأغلب الأفعال في زمن الماضي ممكن إضافة إلها إيدي. أوكي، هذا واحد. اثنين، الأفعال ممكن إضافة أس الشخص الثالث، أوكي، أو أي إن جي للأفعال. أوكي، أس الشخص الثالث، لا أس الجمع ولا أس التملك، أس الشخص الثالث اللي هي علاقة بال subject verb agreement. أوكي، أيضا الأفعال ممكن إضافة إليها أي إن جي. هذا كان حسب الشكل للأفعال. أما إذا أريد نتكلم عن الصفات وكيف ممكن تشخيصها حسب الشكل، الصفات أولا بها يعني ممكن تأخذ شكل المقارنة أو شكل التفضيل. happy بالأساس مثل كلمة happy happier happiest، فحسب الشكل نقدر نقرر نشوف er est نهاية الصفة، فنقدر نقرر أنه هذه صفة. أو ممكن نشوف more expensive most expensive then، يعني نقدر نقرر أنه هذه صفة وحسب الشكل بغض النظر أنه كنا نعرف المعنى أو لا. أيضا adjectives can be qualified by words like very and too. Okay. عادة الصفات ممكن أن تسبق بكلمات مثل very و too، مثل very happy very expensive. Okay. Too expensive، فهذه أيضا حسب الشكل إذا شفنا أنه to or very تسبق كلمات معينة فأنه من المحتمل جدا أنه هذه الكلمات هي تنتمي للصفات. ملاحظة مهمة، prototypical adjectives can fill these slots. الصفات النموذجية ممكن أن تملأ هذه الفراغات. The man is very happy.